من تركيا نذهب سريعا للملف الأخير وإنجلترا. إنجلترا الاندبندنت عاملة بعض النصائح إنجاز التعبير في هذا التقرير، وكاتبين أنه بعد هجمات لندن باستخدام بعض المواد الحارقة نصائح عاجلة لمساعدة المصابين، ده عنوان التقرير، وبيتكلموا فيها وبيكلموا الناس وبيوجهوهم وبيوعوهم، بيقولهم لو أنتوا أحد ضحايا هجوم الحمض الحارق أو المادة الحارقة أو كنتوا أحد الموجودين في مكان الحادث، من المهم جدا أنه تتصرفوا بأسرع وقت ممكن لتقليل الضرر. وبيتكلموا ان الضرر الاول هيلحق بالعيون والجلد والانسجه المحيطه. صحيفه الاندبندنت نقلت عن عدد من المسعفين مجموعه من النصائح اللي المفترض انه يتم اتخاذها في لحظه تعرض اي شخص لهجوم بهذا الحمض او هذه الماده الحارقه او الاسيد زي اللي انتشرت في الفتره الاخيره في شوارع لندن، وتحديدا في الحادثه الاخيره في شرق لندن. وبيقولوا ان اولا لابد من التاكد ان المنطقه حول المنطقه المصابه، يعني لو حد ترش على وشه او على عينه، نتاكد انه حول المكان اللي حوالين المنطقه المصابه امن، وياخدوا بعض التدابير زي انه يرتدي اللي هيعالجه او هياخد باله من وشه او من الحته اللي جت عليها هذه المواد ارتداء قفازات علشان ما يكونش في تواصل مباشر مع الماده الكيماويه دي لايدين الناس. والنصيحه الثانيه انه اذا كانت الماده الكيميائيه دي على شكل بودره، اترشت بودره، يجب انه يتم ازالتها من على الجلد عن طريق فرشه بسرعه وتكون بشكل سريع، يعني الناس تحاول تستخدمه، ويدوروا على مواد مضادة للمادة الحارقة، يحاولوا ان هم ما يستخدموش بعض المواد اللي قد تكون حمضية او قلوية، ولازم يكونوا مدربين جيدا قبل ما يتعاملوا مع ضحايا هذه الحوادث. وتفاصيل كثيرة الحقيقة بتنشرها جريدة الاندبندنت وغيرها من الجرائد البريطانية، ويبدو وكأنه هو ده الصح ان احنا نقول للناس في حالات طوارئ لابد ان تتعاملوا معها بالشكل الفلاني. ولكن هل الامور وصلت في لندن وفي بريطانيا الى هذا الحد؟ هل تصل الامور الى انه نقول للناس خلوا بالكم، لا الامور بقت خطر، محدش بقى يسافر لندن وخلوا بالكم، ولا الامور لسه تحت السيطرة؟